بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه اكزامبل 5.2.2 من كتاب فيلدر اند روسو بعنوان Conversion from Standard Conditions. بيقول بيوتين C4H10 at 360 ديجري سيلسيوس اند 3 اتموسفير، مديني التمبريتشر والبريشر بتوع البيوتين 3 اتموسفير ابسوليوت، flows into a reactor at a rate of 1100 كيلو جرام بر اور. البيوتين ده داخل رياكتور بمعدل 1100 كيلو جرام بر اور. السؤال calculate the volumetric flow rate of this stream، الفوليومتريك فلو ريت بتاع الستريم ده بيساوي كام، using conversion from standard conditions، باستخدام الكونفرجن او التحويل من الستاندرد كونديشنز. اول خطوه في المساله ان احنا نحسب النمبر اوف مولز، لان الحقيقه المعادله العامه للغازات ما بنشتغلش فيها بالماس، احنا بنشتغل بالمولز. فيبقى اول خطوه عندي ان انا هحسب الان الان بتاعت البيوتين هتساوي ايه؟ هتساوي الماس على الموليكولر ويت. الماس بتاعتي 1100، الموليكولر ويت يا اما اجيبه من التيبل يا اما انا عارف البيوتين 4 في 12 زائد 10 يعني 58. هيطلع عندي ان الموليكولر فلو او المول فلو مولر فلو هتساوي 18.97 كيلو مول بير اور، ده المولر فلو. بعد كده المطلوب ان احنا نحسب الفوليومتريك فلو ريت. طيب انا هحسب الحقيقه الفوليومتريك فلو ريت بطريقتين، بالطريقه اللي هو عايزها اللي هو التحويل من الستاندرد كونديشنز، وبالطريقه العاديه اللي هي باستخدام القانون العام للغازات. خلينا نستخدم الاول الطريقه بتاعه التحويل. الطريقه بتاعه التحويل بتقول ان الفي في البي على الفي اس في البي اس بتساوي الان في التي على التي اس، دايما الستاندرد بحطه في المقام. طيب انا عايز مين؟ انا عايز الفوليوم. هقول خلاص ان الفي دوت في بتساوي الان دوت في التي على التي اس زي ما هي، وهنقل الفي اس والبي اس والبي الناحيه الثانيه، هتبقى الفي اس في البي اس على البريشر. ده القانون بتاعنا، نعوض فيه هتساوي الان دوت انا جبتها 18.97 كيلو مول بر اور، تمام. خلي بال حضرتك ان دي كيلو مول، يبقى لازم نضربها في 10 اس 3 عشان تبقى مول، عشان القاعده بتقول ان انا احط هنا الان بالمول مش بالكيلو مول، تمام. طيب الكلام ده هتضرب في التمبريتشر، التمبريتشر بتاعتي اللي هي 360 سلسيوس، 360 سلسيوس لازم اجمع عليها 273، تمام، واقسم على التي اس اللي هي 273 الستاندرد كونديشنز، مضروبه في الفوليوم اس، الفوليوم اس اللي هو 22.4 من 10 لتر، تمام، 22.4 من 10 4 1 5 الكلام ده باللتر، يبقى هيطلع عندي الفوليوم هنا باللتر، تمام. طيب 22.4 من 10 مضروبه في البي اس، البي اس اللي هي 1 اتموسفير، وبما ان انا عندي البريشر بالاتموسفير هيبقى احط هنا 3 اتموسفير، بحيث ان الاتموسفير اللي فوق دي هتروح مع الاتموسفير اللي تحت، مش لازم احول بريشر. انا مهم عندي جدا وانا بستخدم القانون ده ان نفس اليونتس تكون مستخدمه، تمام. طيب كده خلصت المساله، اعوض بقى واحسب كمان الكلام ده، هيطلع عندي هنا هو 3228.6 في 10 اس 3 لتر، تمام، لان انا عندي هنا الفوليوم بيطلع بنفس وحدات الفوليوم الاس، الفوليوم اللي انا بحسبه بيطلع نفس وحدات الفوليوم اس. طيب عايزها بالمتر المكعب، هتساوي 328.6 من 10، طبعا دي بير اور، تمام، متر مكعب بير اور. يبقى دي الحسبه بتاعتي باستخدام او بالتحويل من الستاندرد كونديشنز. طيب لو انا مش عايز احول من الستاندرد كونديشنز وعايز استخدم القانون العام للغازات، هقول بكل بساطه ان بي في بتساوي ان ار تي، دي حل تاني، تمام. يبقى انا عايز اجيب الفي دوت هتساوي الان دوت في الار في التي على البريشر. طيب الان دوت عندي 18.97 هضربها في 10 اس 3 عشان تبقى مول بر اور، تمام. الكلام ده هضربه في الار، الار اللي هي 8.314 متر مكعب باسكال لكل مول كلفن، او جول لكل مول كلفن، خلينا نكتب الوحدات بتاعتها، جول لكل مول كلفن، مضروبه في التمبريتشر بتاعتي اللي هي 360 زائد 273، الكلام ده بالكلفن وهنا هو بالمول عشان بس نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، على البريشر.
البريشر 3 اتموسفير، 3 دول هضربهم في 1 و13 في 10 اس 5 عشان يبقوا باسكال كده، مظبوط؟ تمام. هتلاقي ان المول دي هتروح مع المول بتاعه الار، الكلفن هتروح مع الكلفن، الباسكال هتروح مع الجول فيها متر مكعب، يبقى كده هيطلع الفوليوم بتاعي بالمتر المكعب. تمام، يبقى الكلام ده هيساوي 3.28.6 متر مكعب بير اور. كده حللنا المساله بطريقتين. طبعا الخطوه دي بتكون اول خطوه في المسائل اللي احنا هنشوفها في شابتر 5. الخطوه دي خطوه اوليه عشان نحل مسائل شابتر 5، فهو هنا بيقول لك بس ان انت ازاي هنستخدم القوانين بتاعنا في حل مسائل الماتيريال بالانس. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.